اليوم عندك اطباق بحريه بامتياز، مع انه مش تابع الطقس، مش تابع الطقس. فهمتك. ليه مورانا الدنيا معناها تظهر على ما الطقس مغيم مشاهدينا طبعا، سحب وامطار، الدنيا ظلمت ورانا كانه في الليل مش في النهار. باش نبداو شيف؟ باش نبداو عندنا غير البحر. تبلتها يعني بشبت وعصير ليمون، زيت زيتون وملح وفلفل اسود وشويه كمون. واضح. راح نشويها مع بعض. شوي زيتك هاو في القلاية وننطلق. عندنا السلمون. أول حاجة. أول حاجة شنو السلمون. خليك شوية بعيد. هرب. الهامور. الهامور دي وش هي عندك؟ المناني. هذاك هو بالضبط. والله جبت لي فكرة، شفت للمارشي بعد اشري هامور ناكل. يساعد مع الطقس كما هكا. والله صدقني شايف روعة. شوية كالاماري. نشوف جوست هكاك نقليهم شويه كهو. اي نقليهم شويه، وانا سبقت يعني حطيت قبل في الفرن يعني كميه معينه وراح نحضرها مع بعض. انت مادام يعني من حبين البروكلي باش نعطيك يعني البروكلي، تعمله شويه سوتيه مع زيت زيتون تدلل وملح وفلفل اسود تدلل. تحب البروكلي يعني؟ اي اي. استنى ننقل لك كيفاه الوضع. طب هذا الزيت زيتونه في شيف غير الدنيا. فوالا يعطيك الصحة. لا شيف بروفيسيونيل أكيد. هكا تو حطوها الكل كمية تحب؟ كيما تحب. ما أنت كان عندك حاجة أخرى باش تستعملها فيها ليه؟ حطوا شوي. سبعة وما احنا نزينوا بهم يعني الطبق بهذه الطريقة. اوكي اتفضل شوية. واو برافو. ايه هكا تمام. شوية انا كبهم برا. فلفل اسود. برافو امي. وشوية ملح. ويكون البروكلي بتاعك حاضر. يعطيك الصحة. نقصوا لها في النار شوية. ليش صارت؟ عادي ما صار شيء. خليها. خليها عليك شيخ، هذا يلا. البروكلي بتاعنا حاضر. هذاك يزي. يزي. هو أنا أصلا يعني سلقته في الماء قبل و بالضبط يعني هو يكون قداش تخليه في الماء شيخ؟ ثلاثة دقائق. ما اكثرش لانه من بعد يتهرى يصير. ما لازم يكون يغلي كي تحطه بالضبط. اوكي يعني تحط الماء يغلي وشويه ملح. تحط شويه ملح تحطهم ثلاثه دقائق تجبدهم بعد تعملهم هكا سوتي شويه في زيت وكا. بالضبط. لو برشا تختار يعني زيت زيتونه زبده. لو برشا اللي تحب. نزيدوا سلطعون. سلطعون هو اللوبستر ولا سرطان البحر. بالضبط سرطان البحر. شوف يعني لوحة ولا مش لوحة بصراحة. لوحة شيخ. وهي مقاديرك موجودة على الشاشة طبعا، مقادير طبق الغلال البحر اليوم. المشوي. المشوي. يعني والكمية اللي حاططها قبل صارت جاهزة. فما كمية هي ديجا. عندكم كمية سيدي موجودة حاضرة. نوريها للكاميرا بالحظ. يعني شافتي بعد ما تقليهم هكا شويه تحطهم في الواحد تحطهم في الفرن قداش يقعدوا تقريبا؟ خمسة دقائق يعني. الغلال البحر ما تاخذش وقت كثير. سامبل فاسيل افيكاس. الكروفيت. الكروفيت يكون يعني جاهز. ايه نزيدهم شوية فلفل أسود
في الشاري طعم حلو. إذا الكاميرات شوف يعني لوحة هيك تكون يعني جاهز. هي حلوة يعني على الأطباق هذه هكا، خاصة في نهار عطلة بالضبط يوم جمعة. نخليه هذا باش نعمل يعني الصوص، صوص البرتقال والليمون ومعها العسل. نعم برتقال وليمون وهو عسل. سويت انت تصور بالضبط. نخليه يعني نزينه بها الطبق. الغاز عاد امين زاد البطاطا، عملتها يعني بطاطا وجز قصيتها صغيره وفوحتها تقليتها في الزيت، باش نحطها شويه في الفور باش نزينه بها نفس الشيء بهذه الطريقه. الفور ما تقعدش برشا اي ما تاخذش برشا. قد ايه وقت تقريبا؟ 5 دقائق ماكس. كلها هكا سهل كله طبق مال. هذه بالنسبه للسكوت اعزمكم اليوم كل عندي عندكم الطبق هذا بالذات بما انه ما يخش برشا اخر. بيان سور اللي يجي بعدها ما يلقانيش. هذا الهامور. حلوه الطريقه. صومو يعني احنا تقريبا استعملنا الصومون الهامور الكرفيت الكرفيت كالامار بالضبط. زين نتذكر اسميهم بالعربي يعني استنى المحار المحار الروبيان سالمون سرطان البحر المنان اللي هو الكرفيت بالعربيه شنو يقولوا لها؟ روبيان. القرايدس ولا الروبيان؟ روبيان روبيان. من شنو هي القرايدس؟ القرايدس اللي هو سلطعون يعني بشكل اخر المدور المدور هذاك. اللي نحن في تونس نقولوا لهم رويال ونورمال. الرويال اللي هما يعني الكرفيت اما تكون اكبر حجمها. بهذه الطريقة. يا سيدي مع معزومين كلكم اليوم على طبق غلال البحر. استاذنك امين. طيب شايف بالنسبة للعصير عصير الليمون راح نضيف عليه يعني عصير الليمون وعصير البرتقال وزيت وثوم وعسل. كملوا بالطبق نزينوه ونحضروا لها ما عندكش مشكلة إذا سخنت برشا الطنجرة؟ لا ما ثمش مشكلة بالعكس. لا تعرف علاش أمين. باهي. أنا حسيتها سخنت هكا سخانة طارت. هذا البروكلي جاهز. صراحة البروكلي صحي جدا. أنا من أكثر الحاجات اللي نحبهم، نحبها تكون موجودة في كل طبق. الطبق. لأنه عنده فوائد صحية كبيرة، عنده فوائد صحية مهمة جدا. مفيدة. اوكي بهذه الطريقة نضيف شوية زيت. باش نضيف شوية ثوم. زيت وثوم. بالضبط. شنو يخفي؟ باش نزيد شوية عصير الليمون. هذا هو نفسه هذا ولا؟ لا هذا ليمون هذا برتقال. ليمون القارص. اي القارص. اوكي. الحامض القارص ليمون. احنا في تونس عندنا مصطلحات غريبة شوية. هذيك علاش تقعد تلوج ديما مصطلحات مختلفة مش هي. نضيف شوية لورانج بهذه الطريقة. شوي شوي اي شوي شوي. باش نضيفوا لها شوية عملت يعني انشاء انشاء. شنو هو الصوص البرتقال على؟ انشاء يعني فكرتها حلوة. انشاء وشنو هي هذا وماء؟ وفارينة وزيت. اللي هي فرونسيز ولا ايطاليان رو. رو هذه هذه جيس بتعطيك تمام سكر بالضبط بالضبط خليها معاها اي بالضبط فوالا خليها هي تسخن شويه نضيف عليها شويه العسل وشويه الرو وشويه الشبت يعني. ليه؟ قديش تاخذ لنا وقت تقريبا شيف؟ تحضرها 3 دقائق. 3 دقائق بالشكل. نحن لانه يعني انتهى وقتنا اعتقد عنا فاصل الان نضيف شويه هيك خلينا نكملوا المكونات كله ورا بعضهم ونمشي الى فاصل بهذه الطريقة. هذا العسل شوية رو وصوص من بعد تصبها فوق الكل بالضبط. شوية فلفل أسود حلو ملح ملح
وتختم بالشبت. شنية الشبت اللي في تونس يعني استعملوها احنا، تعرفها الفرفوشة؟ اه ورقص سبيس بالضبط. فرفوشة ان شاء الله نعملوها مع بعضنا. ان شاء الله. اي شيء حلوه فكرتها حلوه، وعلش لي طبق مميز يتعمل. يعطيك صحة يا شيف. شكرا ليك. مالا خليك انا تكمل تحضر الصلصه بطريقتها. هي لما حالها ما خذتش وقت ريتا، ما خذتش وقت ابدا، يعني حاضره وعاقده جوها باهي، تتصب مباشره على الريح. نصبوا شويه برك، لحظه برك ما نطول. ها؟ هلا اللمسات الاخيره، اللمسات الاخيره، اللمسات السحريه.